شايفين الحلة المقشرة قوي دي؟ هنعمل منها فكرة تحفة بتتباع غالية جدا في المحلات. احنا هنعملها من غير تكاليف خالص. تعالي اقولك ازاي، بس اعملي بقى لايك كده وشجعيني بكومنت جميل زيك، وسبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، لان اللي جاي اقوى بإذن الله. يلا نقول بسم الله ونبدأ الفكرة. انا كل اللي عملته ان انا حاولت بس ان انا افصل اليد عنها علشان انفذ الفكرة بكل سهولة بس، وبكده تكون اتشالت معايا. هنستخدم بعد كده قماشة موجودة عندنا. انا استخدمت قماشة ملاية قديمة عندي، لونها ابيض، لونها حلو قوي، فحبيت ان انا استخدمها علشان اقرب من الشكل الجاهز اكتر. اخدت بس المسافة كده، هي قطعة صغيرة جدا. هناخد المسافة بالشكل ده وهنقص. هبتدي بقى ان انا اثبتها كده بالشمع كويس قوي. لو مش عندك قماشة ملاية قديمة ممكن تستخدمي قماش الملابس القديمة بتاعتنا او الطرح، يعني مفيش مفر، لازم تنفذي الفكرة وتقوليلي رأيك. طيب لو مش عندك الحلة دي ممكن تستخدمي ايه؟ ممكن تستخدمي كرتونة او علبة بلاستيك موجودة عندك، او كرتونة بس هتكون مربعة او مدورة زي ما تحبي. خلاص بقى انا خلاص لفتها كده داير ما يدور، وهبتدي ان انا اقص كل الزوايد منها علشان تكون مقاسها مظبوط. اظن بقى كده لازم ما ترميش اي حاجة موجودة عندك، لان لو دخلت القناة هتلاقي فيها كل الافكار لكل حاجة تقدري تتخيليها او ما تتخيليهاش. هتلاقي بقى في قناتي افكار لإعادة تدوير العلب البلاستيك والبرطمانات القديمة، وكمان علب السمنة وعلب حليب الاطفال الفاضية، هتلاقي كل حاجة. هنا بقى هبتدي ان انا اغلف كده قطعة كرتونة صغيرة قوي، عملتها على شكل دايرة. اخدت بس كده المساحة بتاعت الحلة علشان تكون مظبوطة، وقصيت كل الزوايد بالشكل ده. كل اللي هعمله بس ان انا هجيب قطعة مربعة كده من القماش الابيض وهغلفها. عاوز اقول لكم كمان لو استخدمتوا قماش الخيش هيكون حلو جدا، بس احنا بقى بنختار حاجة كده تكون سهلة. هلفها كده وهقص بقى كل الزوايد من القماش ده، قماش قطن. هبتدي بقى ان انا اثبتها في الجزء ده، بس قبل ما اثبتها حبيت ان انا اشد القماش اكتر، فهضغط عليه ضغطه كده بالشمع، وطبعا هلفه كله بالشكل ده علشان القماش يبان ان هو مشدود ومظبوط. حبيت اوضح لكم كل التفاصيل علشان الفكره تكون واضحه معاكم. لو في عندك بقى اي حاجه موجوده في البيت وانا مش عامله لها اعاده تدوير قبل كده اكتبي لي في كومنت، وانا ان شاء الله هتكون من اولويات الفتره الجايه. عملت كمان قطعه مربعه من القماش، وهبتدي ان انا اثبتها في الجزء اللي تحت، يعني كل اللي هنستخدمه بس مسدس الشمع، وده طبعا موجود في المكتبات واسعاره بسيطه جدا، وطبعا هتجيبيه هتستخدميه في كل الاعمال اليدويه، وبينفع جدا في كل حاجة في البيت بصراحة. لو كمان مش متاح ليك ان انت تجيبي مسدس الشمع، ممكن تستخدمي الشمعية كده على النار وتبتدي ان انت تسيحيها وتستخدميها بنفس الطريقة، هتسيح وتثبت معاكي اي حاجة. انا بقى دلوقتي هقص كل الاجزاء الزيادة، وبكده بقى نكون خلصنا اهم خطوة. هنبتدي بقى نستخدم دلوقتي خيط الخيش. انا هستخدم منه الشريط الرفيعة لان هي بتغطي مساحات اكبر وبتخلص بسرعة جدا. تقدروا بقى تستبدلوها بالخيش الرفيع، الشرايط، وفي كمان الضفاير، وكمان ممكن الخيط القطن او خيط او احبال الغسيل، ممكن خيوط الكروشيه وخيوط المكرمية، كل ده ينفع في نفس الفكرة. استخدمي بس الحاجة المتاحة عندك. في كمان قماش الخيش ممكن نغلف بيه الجزء اللي في النص ده. انا بفضل الفها كده وعلشان اداري كل الاجزاء اللي باينه. هي هتاخد صفوف بسيطه جدا وهتخلص، ودي احلى حاجه فيها ان هي سريعه جدا. كمان حبيت ابين لكم التفاصيل الدقيقه دي علشان ابقى قلت المعلومه كامله، وده هيكون اخر صف عندي في الخيش.
انا عاوز اقول لكم ان الفكرة دي من الحاجات اللي بتتباع في ايكيا باسعار فظيعة جدا، وكمان احنا قربنا قوي من الشكل الحقيقي، وكمان الماتيريال بتاعتها متينة جدا وتعيش معاكي العمر كله. هنا خلاص هقفل في الجزء ده كده، هقص وهبتدي ان انا اثبت الاطراف. اهم حاجة الاطراف تتثبت بالشمع كويس جدا بالشكل ده. وعلشان الشكل يكمل بقى جبت كده شريط من اللولي علشان بقى ادي لمسات كده بسيطة وشيك. هبتدي بس ان انا اثبته على الاطراف. ممكن كمان نستبدله بشرايط دانتيل، شرايط الدانتيل وشرايط البونبون، بيدوا شكل حلو جدا للحاجات دي. بس انا حبيت اللولي اكتر في الفكرة هنا. هقفلها للنهاية بالشكل ده. حسيت بقى ان الجزء اللي في النص كده فاضي، فقلت لازم استغله واحط له لمسة بسيطة كمان كده علشان اكمل الشكل النهائي. ممكن كمان نعمل الفكرة دي كده، نحط لها خرز بالشكل ده من النص زي ما انا هعمل كده ونلفه باللولي. احنا كمان ممكن نستخدم نفس الخرز علشان نعمل رجول. هنحط 3 رجول من تحت. هنا اختياري زي ما تحبي، انا بس حبيت الف اللولي بالشكل كده لاني لقيته نازل ترندي قوي، فحبيت ان انا اخليه بالشكل ده. في كمان لولي بتباع بيكون كل واحدة لوحدها، لكن انا استخدمت الشريط ده لانه عايز اقول لكم بينجز معايا في الشغل جدا، بيغطي اكبر مساحة في وقت قليل، وكمان بيكون متناسق ومستوي. وبكده نكون عملنا منظم شيك قوي بيتباع في ايكيا واماكن غالية كتير، عملناه كده بأقل تكاليف في البيت، وكمان الماتيريال بتاعته حلوة قوي ويعيش طول العمر. واتمنى تكون الفكرة عجبتكم، وانتظروني في افكار جاية كتير حلوة قوي. ومع السلامة.